السلام عليكم إخواننا وأبنائنا، أبناء شعبنا العراقي الكبير المتظاهرين، الشباب السلميين الواعين. فيما يخص الخطوة التصعيدية اللي أعلننا عنها قبل أيام بإقامة مظاهرة مليونية مشيا على الأقدام من كل محافظات العراق، بلدنا الكبير وبيتنا الكبير، باتجاه العاصمة بغداد من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب. الحقيقة احنا خلال هذه الأيام تقريبا ما قعدنا لاجتماعات مستمرة مع كل محافظاتنا في الوسط وجنوب العراق، كل المحافظات تبنت الفكرة، اخواننا المتظاهرين بالساحات، لكن احنا الاجتماعات افرزت فقط اكو عندنا هاجس امني. تدرون صارت عندنا احداث امنية خلال هذا الاسبوع، وتعرضوا الكثير من الناشطين في ساحات التظاهر في بغداد وفي المحافظات الى تهديدات مباشرة والى اعتداءات وحرق خيم وقتل وجرحى، وهذا كل الحكي صار ونحن بعدنا داخل المدن. فكثير من اخواننا الناشطين طرحوا هذا السؤال على مستوى المحافظات كلها، قالوا احنا داخل المدن واكو عندنا هذه العصابات والميليشيات تجي تضرب وتقمع وتقتل، واحيانا تحت انظار اجهزه الدوله، فكيف اذا مشينا بالمكانات المفتوحه؟ هذا فضلا على انه ممكن الناس توصل يعني بطريقه مرهقه. فاحنا صار الاتفاق على مستوى كل محافظات العراق انه طريقة النقل تكون بالسيارات، ما راح تكون مشي، وعليه ما راح يكون عندنا يوم الجمعة القادم ما راح يكون اكو اي مشي من اي محافظة، راح يكون عندنا متسع من الوقت، فراح يكون عملية النقل عن طريق السيارات، ما راح يكون عن طريق المشي. هاي واحد، الاعتبار الاول هو الاعتبار الامني. وبنفس الوقت الموعد احنا هسه ما راح نحدده، راح يكون خلال الاسبوعين القادمة. السبب ما راح نحدد هم من الاعتبارات أمنية، وبنفس الوقت اليوم رئيس الجمهورية أمطى تطمينات، قال أنا لغاية يوم السبت القادم راح أجبر الكتلة الأكبر أن تنطيني مرشح ترضى عليه الجمهور، يكون غير جدلي ويرضي مطالب وطموحات الشارع العراقي. وقال لغاية يوم السبت إذا ما أنطوني راح أمارس صلاحياتي الدستورية كرئيس جمهورية، وأني أسمي رئيس جمهور رئيس وزراء. وبنفس الوقت طرح عليه سؤال بالنسبة إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، قال هذا مو يمي، رئيس الوزراء المؤقت اللي راح يكلف هذا القضية يمه، هو اللي راح يهيئ البلد للانتخابات المبكرة وهو اللي راح يقول الموعد. فراح تبقى عندنا قضية قانون الانتخابات يجب أن يقر ويصادق عليه رئيس الجمهورية مع جدول مرفق للدوائر المتعددة. احنا نتمنى أن تكون الوعود اليوم اللي سمعناها من رئيس الجمهورية وعود جادة، لكن احنا بنفس الوقت نكون واضحين، احنا خلال هذه الأيام جادين جداً، وكل التحضيرات على قدم وساق، احنا جادين جدا بانجاز كل التحضيرات اللازمه. بالحقيقه تلقينا رسائل من اخوتنا في ساحه التحرير في بغداد والعوائل البغداديه الكريمه، قالوا لنا ادعيناكم، الدعم اللوجستي راح تلقونه عندنا، وكل احنا بيوتنا مفتوحه لكم، وكل المحافظات من وسط وجنوب العراق من بغداد الى البصره كلها تبنت الفكره، راح تكون التظاهره مليونيه، تظاهره مؤثره جدا وضاغطة جدا. وبنفس الوقت احنا نوجه رسالة تطمين لأهلنا في بغداد، بغداد هي بيتنا، والعراق العراق هو بيتنا، بيتنا الكبير، بعد احنا ما نحكي على مستوى المحافظات، العراق بيتنا وبغداد أمنا وحبيبتنا وبيتنا. فلذلك احنا ما رايحين نمثل أي هاجس أمني أو تهديد أمني للأمن السلم أو السلم الأمني الموجود في بغداد أبدا، احنا رايحين حتى راح نكون في مكانات، نعم احنا في محيط الخضراء لكن بعيدين تماما عن اسوارها وعن قواتها اللي مكلفه بحمايتها، ولا رايحين نسبب لهم اي تهديد امني، احنا رايحين فقط نقول نحن هنا، احنا الشعب، احنا مصدر السلطات، كافي سوفتوا وما طلتوا كثيرا فيما مضى، لا حققتوا مطالبنا ولا شفنا تحقيقات جديه فيما يخص الجرائم البشعه اللي صارت بحق ولدنا، اللي احنا لحد اليوم نعاني من جرائم الاختطاف وجرائم الاغتيالات، كافي كافي. احنا رايحين نروح نوجه رساله واضحه اولا للحكومه ولكل الرئاسات الثلاث وايضا للمحكمه الاتحاديه، انه احنا كشعب وكشباب واعين واغلبهم طلاب جامعات ومعاهد وكسبه، كل احنا رايحين نتظاهر بطريقه سلميه وحضاريه وخلي العالم كله يعرف انه العراق بلد حضاره. احنا طالعين نعمر ما طالعين نخرب. احنا طالعين ندور سلم، احنا للسلام، احنا طالعين نريد نبني بلد. احنا طالعين حتى ناسس لبناء بلد ودوله مؤسسات. بلد نتعين عن بيه كل ابنائه بعيشه كريمه وكلهم يكونوا منعمين بخيراتهم، ونعيش بعيدا عن الامراض اللي انتم بثيتوها بعد 2003، الطائفيه والقوميه،
احنا رايدين بلد يجمعنا، البلد إلنا كلنا، العراق إلنا كلنا، هذا اللي احنا طالعين عليه. فاحنا جادين جدا اخواني شبابنا المتظاهرين في كل العراق في كل بلدنا، احنا ان شاء الله جادين وده نسعى، وترى ما تمر يعني ما يمر اليوم دون ما نصير لقاءات بين كل المحافظات، درتك كل التحضيرات المطلوبة اللوجستية والنقل وكل شيء، وحتى التحضيرات الأمنية. غايتنا الأساسية أن نحافظ على الأمن. الموعد ربما راح نعلنه قبل يومين من تنفيذ المظاهرة، لكنه راح يكون خلال ذلك الأسبوعين الجايات. احنا جادين جدا، خل تسمعنا الحكومة زين، جدا جادين، والمظاهرة راح تكون قوية ومؤثرة، والعالم كله راح يسمع بيها. وشكرا لكم.